وقل رب زدني علما. وما أدراك ما يوم عرفات؟ يوم تفطرت فيه القلوب لرب البريات. ما طلعت الشمس على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. أخي ما أخي، إذا طلعت عليك شمس ذلك اليوم فنادي النفس نداء صادقا، هو يوم واحد. وقد كان من لطف الله وتيسيره أن جعل الموقف بعد الزوال سويعات، فاحتسب عند الله تبارك وتعالى فيها بالدعوات، وادخل إلى عرفات بقلب منكسر لرب البريات، وأصب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لك، حتى إذا انتهيت من صلاتك وسمعت المواعظ التي ينبغي لكل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يترسم نهجها وأن يسير على سبيلها، حتى إذا قضيت ذلك كله سرت إلى الموقف، سرت بذلك القلب المنكسر إلى الله تبارك وتعالى، سرت وأنت تتذكر ذنوبا بينك وبين الله. والله يصير العبد إلى الموقف والخطى ثقيلة، يصير إلى الموقف بخطى ثقيلة حينما يتذكر الذنوب فيما بينه وبين الله، يصير وهو ينكسر إلى العلي الكبير، يسير وهو يحس من نفسه أن الذنوب تؤرقه وأن الخطايا تحطه وتهده، حتى إذا صار إلى موقفه ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى نسي الدنيا وما فيها، نسي الدنيا وما فيها، وأقبل على الله يناجيه ويناديه بين لوعتين، لوعة الماضي ولوعة المستقبل. أما الماضي فبينه وبين الله حدودا طالما جاوزها ومحارم طالما أصابها، وبينه وبين الله حدودا لعباده أصابها وحقوقا لخلقه ضيعها. فإذا صار العبد إلى ذلك الموقف يصير بذلك القلب الخاشع الذليل. ويا لله ما أعظمه من موقف، لو أن الإنسان استشعر تلك الساعة المباركة التي يدنو الله عز وجل فيها دنوا يليق بجلاله وعظمته، يدنو دنوا يليق بجلاله وعظمته لأهل الموقف، ويقول لملائكته ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. يقول بعض العلماء استفهام إجلال وإعظام وإكبار، أي أي شيء أراد هؤلاء، يدل على أن الله سيصيبهم من رحمته ورضوانه بما لم يخطر على بال. ماذا أراد هؤلاء؟ أينسى الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا تلك الخطى التي قدمت بها عليه؟ أينسى إذ تغبر الخطى إليه؟ أينسى الشعث والشعث الذي تقربت به إليه؟ حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل هل ينظر الحاج في المرآة؟ قال إن كان ينظر من أجل إصلاح شعرة فلا، حتى لا يذهب شعثه. يقول بعض العلماء إن الله تعالى يباهي بشعث الإنسان وغبره، ولذلك استحب العلماء إذا كان الإنسان له إزار فاتسخ أو أصابه شيء من القدر أن يقف به، حتى يكون أبلغ في الذل لله عز وجل، حتى يكون أبلغ في التجرد من الدنيا، حتى يكون أبلغ في أنه يحس بالآخرة وأنه والله ما قدم لكي يتعالى على عباد الله، ولكن ليذل لله وجل الله. حق والله للعبد أن يتذلل، وحق له أن ينكسر. تبارك الله وجل الله، أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف. وإذا لم يذل العبد لربه فلمن يذل؟ ثم ارمي بطرفك إلى هذه الأمم
التي اجتمعت على عرفات، ذابت أنسابهم وذهبت أحسابهم، وأصبحوا لا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير، لا تستطيع أن تميز بين الجليل والحقير. أكف إلى الله رافعة، وعيون من خشيته دامعة، وقلوب وأفئدة لجلاله منكسرة. كم فيها من مظاهر تراهم وكأنهم على صفة رجل واحد، ولكن بين بعضهم بعضا من الفضل والدرجات كما بين السماء والأرض. بماذا بالقلوب وقفوا في تلك المواقف وقلوبهم متباينة في الإجلال والإعظام والانكسار والذكر للعظيم القهار. لذلك يوم عرفة يوم مشهود، ويوم يذكرك هذا اليوم، يذكر بالموقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك إذا وقف العبد بعرفات ونظر إلى تلك البريات ونظر إلى تلك الأصوات والصيحات، فسبحان من علم لغاتها، وسبحان من ميز ألفاظها، وسبحان من قضى حوائجها. لا يخفى عليه صوت ولا تعجزه حاجة، أحد فرد صمد صمد لا يعيه سؤال سائل. لذلك أحبتي في الله، النظر في حال يوم عرفة يذكر بالله تبارك وتعالى. وقف بعض السلف مع بعض الخلفاء، فجاءت صاعقة والناس وقوف بعرفة، ففزع الناس فزعا شديدا، وفزع الخليفة سليمان رحمه الله فزعا شديدا من تلك الصاعقة. فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هذه بين يدي رحمته، فكيف بالتي بين يدي عذابه؟ إذا كان هذا والناس ينتظرون المطر وهم وقوف بين يدي رحمة الله، بين يدي الله يرجون رحمته، فكيف إذا وقفوا بعرصات يوم القيامة؟ وكما ثبت في الخبر يقول: لقد غضب الله في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله قط، لم يغضب مثله قط. وهذا يدل على عظيم الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. اللهم سلمنا من ذلك الموقف، اللهم سلمنا منه بعظمتك يا عظيم ورحمتك يا رحيم. أحبتي في الله، يوم عرفة، وما يوم عرفة، كل من حولك يحرك وجدانك، كل من حولك يحرك إحساسك. إن كان القلب قاسيا والله يصير خاشعا، تسمع هذا يبكي وهذا يشتكي وهذا يشجي، فتقول: سبحان الله، من لهذه الحاجات سوى الله؟ من لهذه الدعوات غير الله؟ جاءوا إليه من بلاد بعيدة وقطعوها في أزمنة مديدة، جاءوا بهموم لا يفرجها سواه، وكربات لا ينفسها أحد عداه، جاءوا وكلهم يقين في أنه ليس لحاجتهم أحد غيره، وحق لهم ذلك. لذلك أحبتي في الله، وما هي إلا لحظات حتى يشاء الله عز وجل للعبد فينقضي موقفه وتغيب عليه شمسه، ويأذن الله لأهل ذلك الموقف بالانصراف، وتأتي تلك الساعة العصيبة. والله إنها لمن أمر الساعات في الحج وأعظم ساعة في الحج، يتألم الإنسان فيها ساعة الانصراف من عرفة، ساعة الانصراف من عرفة. لا يدري هل الله عز وجل قبل دعوته أم لم يقبلها، لا يدري هل أجاب الله سؤاله أم لم يجبه، لا يدري أمرحوما أم محروما، لا يدري أيعطيه أم يحرمه. فلذلك يبلغ بالإنسان من الشجاع والأسى ما لا يعلمه إلا الله: أأفيض ربي فهل أنت راض عني أم لست راض عني؟ يناديه بقلب متقطع منفطر: رباه إن لم ترضى عني فارضى عني قبل أن أفارق موقفي. يناديه بحسرة، يناديه بقلب متقطع شوقا إلى رحمة الله،
حتى لا يكون محروما من عفو الله وفضل الله. لذلك أحبتي في الله، ساعة مؤلمة، ساعة تهز وجدان المؤمن حينما يتذكر أنه ينصرف من ذلك الموقف. ولذلك كان بعض السلف إذا حضرت ساعة النفر من عرفة والدفع منها يشتد بكاؤه ويعظم تضرعه إلى الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: والله لو نادى منادي الله في أهل هذا الموقف لهم قد غفرت إلا واحدا لعذبت نفسي ذلك الرجل. حتى إذا سرت بين الشعاب وسرت بين تلك الوهاد، فلا إله إلا الله، كم يسير عليها عبد كيوم ولدته أمه من ذنوبه. لا إله إلا الله، يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين، يخرجون منها من الذنوب والخطايا مغسولين، ما أعظمه من فضل. يسيرون بين تلك الشعاب، يسيرون بين تلك الأودية كيوم ولدتهم أمهاتهم. ما نظر الله إلى سيئات مضت، ما نظر الله إلى ماضٍ، ما نظر الله إلى ماضٍ ولا عاملهم. يسيرون بين تلك الشعاب، يسيرون من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم، مغسولين، مطهرين، مرحومين. فيا لله، كم دعوة كتب لصاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ويا لله، كم دعوة كتب لصاحبها رحمة لا يعذب بعدها أبدا. يسيرون بين تلك الشعاب العزيزة عند الله بقلوب مليئة بإجلال الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يحسون معناها ويتلذذون حلاوتها ويصيبون فضلها وبغيتها.